أيها الأحباب، قبل أن تختم إن شاء الله تعالى في الدعاء، الأخ نتغرك الدعاء سمنا ليعدون الأخ عبد الحكيم الإمام ذو الخطيب مسجد عمر بن الخطاب قدر دي فارخنا تغيق يجل لك سيدة شوي تقصح يجل لك سيدة خموتوا. فكان النغم سمنا ليعدون في حالة حرجة، الحمد لله على نعمه ظاهرنا وباطنا، يفرض سبيطة تغد بجدي يفرض سبيطة يظنر يعب واحد غوي الجنس يظنر، ولكن فعلا الحالة نستحطس الحمد لله يفرض الحالة من الحرج، ولكن الحالة نستحطس تشتي دقوز الجيف تازد غنبو بعضان سيقضو خنين التصنتي يثاذي عرين في النس حتى أن يضرب بند سيقين العملية أننا ستشغوى ويتنهزية ستشغوى ويتنهزية واني اذا تغيت بدن خنايني ضاني تزجز قمسر من دي المحراب تفزيس التراويح نهار ست شواوي تنهز واخا قدر الله وما شاء فعل يتغيم انه مش من خص غدا ومن غو ان السيدة وانتا كل فنزيس ربعتنا الاخوان اثنين حفظ سيدة بقيم كيس بجدا غرم اذي ضار بحم ضبان من زي خسيان كتازي 4 مليون فرانك قديس دا معوس كتازي 4 مليون فرانك قديس دا معوس إلي خصيف من زي غيك الدواب من زي غيعيش ست شهور ني غيك كريتا السوف ني غيكتا ست شهور غيبدا ينهز أني تخصو السينو مش حق غيك كنفا. فلذلك اشتني تكبادر مني قاغو محباب الكرام قوانيت من حملة كتاب الله قد جنر عيب دي جن العار قيني ويجين دي مسر من كورة نسن تقلنا سنمان دا كتازي من عبح الوزارة نسن نشين حامل كتاب الله ذو النين تحبس هاي كمر ذي المحراب ومر يموت حتى نتين تحدجا ومر نعاد خاص غورا وديوسي تشاران غور مر غانغل جنازة ويحدا غاد تشاران غور غون قارت نجوه تفرد من غيش والله عيب وعار. فلذلك شباب الكرام والنين خصنا في عاون هذا يلقى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى والنين خصنا ذي فشن 8 ذي فشن 8 والنين خصنا ذيك سير حساب نسم ربانكو حدا ستي كبير حساب نسق غانغ حساب نسم ربانكو والنين خصنا ذي وضار غاس غات الدات اخنصي وضار غاس غات الدات ان شاء الله تعالى. فثاني تادي جبت برات السود من باب المسؤوليه من باب الامانه من باب انه ونتا لجن الجزء زي الجسد ونتا الدعوه الى الله عز وجل قمراء طرحنا الدعاة وانت فوق عمان المشنس. فاسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين أينما حللتم وارتحلتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Yeah.